بشكل رسمي أعزائي المستمعين بلجيكا، يعني تقرر تحويل عدد أيام العمل إلى 4 أيام في الأسبوع مع 3 أيام راحة لجميع موظفيها، وكذلك إعطاء الموظف حق تجاهل اتصالات المدير بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي، يعني حيث لن يترتب على الموظف أي مخاطر إن لم يرد على اتصالاته ورسائل المدير خارج ساعات العمل.